عزيزي المشاهد اهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خمسة تسبيح بفهم ودي الحلقة ال 65 وتعتبر الحلقة ال 16 في الموضوع الابعاد الخمسة للحن القبطي. في الحلقة اللي فاتت فهمنا البعد العقائدي والبعد الروحاني للحن كيشوري. النهارده هناخد مع بعض البعد التاريخي اللي بيخلينا نحس ان التراث والميراث الروحي والموسيقي اللي بين ايدينا ده حضارة لا تمتلكها اي كنيسة ولا اي دولة في العالم سوى الكنيسة القبطية العريقة. وعشان نعيش معاني اللحن بأبعاده الخمسة هنختتم هذه الحلقة بتأمل جميل أي حد بسهولة ممكن يلاحظ الفرق بين لتورجية الموعوظين اللي بيغلب عليها الطبع التعليمي والوعظي والكرازي وبين لتورجية المؤمنين أو الإفخارستية بالقبطية الأنافورة اللي هي عملية رفع للإنسان إلى فوق وتاريخيا القسمين دول كانوا منفصلين في جميع الكنائس لغاية القرن الرابع لما بقوا طقس واحد عشان كده يقول لنا العلامه اوريجانوس جمله لذيذه قوي عجبتني انه في قداس الموعوظين تخطب النفس للرب يسوع وفي قداس المؤمنين تدخل النفس معه في رباط الزوجيه وكلام العلامه اوريجانوس اللي كان عايش في الفتره من 185 ل 254 معناه ان قداس الموعوظين ده كان موجود بصوره عامه لغايه القرن الثالث الميلادي يقول لنا كمان الاب جريجوري ديكس ان لتورجية الموعظين كانت بتسمى بالسيناكسز يعني الاعلان عن طريق القراءات من الكتاب المقدس وطبعا الكنيسة دلوقت ما بقاش فيها موعظين زي زمان زمان ايام العصور الاولى المسيحية في وقت انتشارها كان الموعظين كتير جدا لكن كنيستنا التقليدية فضلت محتفظة باسم قداس الموعظين لغاية النهاردة طب هل تعرفوا ان الطقس بتاع القراءات اللي في قداس الموعظين ده موجود من ايام القديس يوستينس الشهيد من سنه 100 ل 165 ومن ايام القديس كليمنتوس السكندري اللي هو من سنه 150 ل 215 ومن ايام البابا اثناسيوس الرسولي اللي هو من سنه 328 لسنه 373 بابا اثناسيوس اللي اعطى قانون مخصوص يعتبر من اقدم القوانين في القراءه الكنسيه في كنيستنا القبطيه طب بلاش هل تعرفوا ان زمان في دورة البولس كان الكاهن بيبارك الشعب ويتقبل اعترافات كل واحد عايز يعترف له بزلة او بهفوة او بخطية لان الشعب زمان كان بيهتم جدا بالاعتراف على الكهنة عشان يتزلل بسبب خطاياه وعشان كده كان الكاهن اول ما يرجع الهيكل كان يصلي سر اعتراف الشعب سرا ويطلب من الله ان يقبل اعترافات الشعب وتكون الكنيسة في الوقت ده بتصلي لحن تيشوري وتقول بثقة وغفر لنا خطايانا طب هل تعرفوا ان التاريخ بيأكد ان الكنائس الشرقية والغربية كانت بتستخدم البخور والشوريا دايما في طقوس العبادة الكلام ده كتبه المؤرخ يوحنا لورنس فان موسهيم اللي هو في الفترة من 1693 ل 1755 كتب يقول ايه أن نصارى الجيل الثالث كانوا يقدمون في أماكن عبادتهم البخور وكان في زمان عاده قديمه ان المجمره تتشال على الايد امام العظماء احتراما ليهم لكن انا حابب اعرفكم حاجه مهمه جدا ان دوره البخور حوالين المسبح ده طقس صحيح في القدم مكتوب عنه في قوانين البابا اثناسيوس الرسولي البطريرك بتاع الاسكندريه في نهايه القرن الخامس لما يقول لنا ايه والبخور الطاهر النقي الذي يبخره القسيس حول المذبح فانه يصنعه حول نفسه بذاته ببهاء الروح القدس. لأن المذبح المنصوب قدام الرب في السماوات هو روح مقدس ناطق يتكلم ويعرف الذي يجتهد في خدمته على الارض. ده القانون السابع. طب عمالين نتكلم عن تاريخ المجمره والبخور والقراءات، طب ما فيش حاجه كده عن تاريخ اللحن نفسه؟ لا في طبعا. بص في مخطوط ترتيب البيعه في الدار البطريركيه تاريخه يرجع لسنه 1444 كتب يقول لنا ايه؟ وبعد رفع البخور يقولون الالحان الاتيه الكلام ده معناه ايه معناه ان رفع البخور بتاع البولس كان بيتقال جهرا وبعديه تتقال بقى الالحان جهرا برضو اما بقى في الكتب الحاليه مكتوب ايه بينما يذهب الكاهن ليرفع البخور يقولون الالحان الاتيه معناه ايه برضو معناه ان صلاه الكاهن كانت بتتقال سرا ونفس الوقت تتقال الالحان من الشمامسه والشعب جهرا عشان كده المراجع التقصيه القديمه قالت يقال لحن تيشوري واذا كانت هناك فسحه من الوقت يقولون تيشوري معناه ايه برضو معناه ان اللحنين كانوا بيتقالوا مع بعض حتى لحن انث تيشوري كان بيتقال على مدار السنه كلها لكن حاليا بيترتل لحن تيشوري في ايام السبوت والاحد وفي الاعياد السيديه ولحن تيشوري يتقال في باقي الايام السنوي وفي ثبوت واحاد الصوم الكبير اما لحن انسو تيشوري هو اللي بيتقال في باقي ايام الصوم الكبير الحقيقه كنيستنا عريقه لها تاريخ والحانها بتضرب في جذور التاريخ بنحو 2000 سنه الحان ترفع للسماء وتحسسنا بطعم الابديه يا اله الحنون يا من انعمت علينا ببركات سماويه لا يمكن أن نحصيها فأعطيتنا أن نعيش السماء ونحن على الأرض فإذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب في القيام في السماء وأعطيتنا تسبحة السيرة في لنسبح معهم تيشوري النوب تيتي بارثينوس المجمرة الذهب هي العذراء حقا لقد اخترت العذراء مريم لتحمل جمر ونار اللاهوت فلم تحترق كالعليقه إذ لم يكن آخر في طهارتها ولا في نقاوتها. فإني أسألك يا ربي أن تنقي قلبي ليستحق سكناك. وكما صارت العذراء بنقاوتها سلم يعقوب فأعادت الصله بين السماء وبين الأرض. فأعد قلب الذي تحجر ليصير قلبًا لحميًا فيصير سماء لك. وكما كانت العذراء مجمره من ذهب نقي. حللت فيها بملء لاهوتك جسديا فاصعدت لنا بخورا ذكيا وقدمت ذاتك ذبيحه مقبوله على الصليب ها انا الان اريد ان اقدم لك ذبيحه تسبيحي بهذا اللحن الروحاني تيشوري لتكون نغماته العذبه فاصلا بين حياه الخطيه وحياه التوبه النقيه فانا اؤمن بعمق كلمات هذا اللحن ان هذه المجمره الذهب هي العذراء وان عنبرها هو أنت مخلصنا، خلصتني من خطاياي وغفرتها وطرحتها في بحر النسيان. ألم تقل على لسان نبيك الجليل أشعياء؟ هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. إني كلما سوف أرنم بهذا اللحن تيشوري إنه تيتي بارثينوس المجمرة الذهب هي العذراء سوف أثق كل الثقة. أن عنبرها هو مخلصي الذي خلصني وغفر لي جميع خطاياي الكثيرة وسوف أقدم إليك توبة عميقة صادقة تسر قلبك هذه التي جاز في نفسها سيف ألامك المحير ففرح العالم لقبوله الخلاص وأما أحشائها فالتهبت عندما نظرت إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ملكي وإلهي عزيزي المشاهد بالبعد التاريخي وبهذا التامل نختتم حلقه النهارده بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت باقي الابعاد الخمسه لللحن التيشوري البعد الموسيقي والطقسي والعقائدي والروحاني بتمنى اكون قدرت افهمك كل كبيره وكل صغيره في هذا اللحن الصغير لكن للعلم تقدر انت تكمل وتغوص اكتر في نفس هذا اللحن وتخرج جدد المعتقاء وتقدر تكتشف بنفسك الابعاد الخمس لالحان ثانيه دي متعه روحيه غير عاديه اوعى تحرم نفسك من انك تجربها بنفسك ناس كثيره ابتدوا يجربوها والفوا كتب اثروا بيها الكنيسه القبطيه والى ان القاك في حلقه جديده وموضوع جديد خالص هيكون مفاجاه ليك اتركك تستمتع بسماع هذا اللحن الجميل تيشوري وتسترجع مع نغماته كل كلمه شرحناها في ابعاده الخمس لكن دلوقتى هقولك لك باى